شفتك عشقتك ومين يقدر يمانعني يا بدر كتر الجفا والصد مانعني لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم لا اكل باكل ولا ليا جلد عالصوت والنار النار بترعى فؤادي ما انت مانعني. الله يا عم زكريا. الله يا عم زكريا. السلام عليك يا عم زكريا. موال ده عم زكريا؟ لا ده مونولوج. مونولوج بتاع مين؟ بتاع شكوكو. شكوكو مين؟ شكوكو واو. جاي مع مين ده؟ سيبك منه، ده ورد جديد. ورد جديد حبيبك وصل المحكمة. دلع السلام. الله يسلمك يا حبيبي. عملت ايه في الاستئناف؟ مفيش فايده يا عم زكريا، عاملينها كوتشينه وكل ما اطلع من قضيه اغرس في التانيه. طب تعال تعال اقعد خد نفسك. يلا حبيبي انت اهو، يلا في اجتماع، يلا روح اسمع شكوكه في حته تانيه. ماشي يا عم زكريا. لا احبابه وناس اصحابه. ايوه غصب عنك. وانت المحامي بتاعك مش كان مقدم على التسويه؟ والله ما بقتش فاهم حاجه بقى. البنك جمد كل فلوسي واملاكي اللي شقيت عليها طول عمري محجوزه على معظمها. انا حاسس انها باظت يا عم زكريا وكل مدى بغرز اكتر. معلش معلش اصبر. هانت هانت ازاي بس يا عم زكريا؟ هانت ازاي؟ انا كل مره بروح المحكمه بقول ربنا هيفكها وتتحل، الاقيها بتضيق اكتر. بص بقى، رحمة ربنا أوسع من كل شيء، خلي عندك شغف الله. وبعدين اعتبر نفسك يا سيدي إن أنت في منتجع سياحة بتقضي لك يومين، وادي إحنا من الشمس، ولا إيه؟ فك بقى، فك. معيش فك. حلوة، حلوة. عارف أنا بحبك يا عم زكريا؟ عشان أنا بحبك وبخاف عليك. لا مش كده وبس. إيه؟ عشان كل ما أبص في وشك أفتكر أبويا. بس هو بقى ما كانش بيعرف يقول كلام متستف يعني زيك كده يا راجل. عشان الكلمتين الحلوين دول بقى. ولا سبق سبق. لا يا عم زكريا، اتنين شاي حلوين. هذا العناء يا عم زكريا. انت فاكر نفسك قاعد في قهوه في المغربلين؟ والله نفسي. تصدق بقى، نفسي اقعد على قهوه في المغربلين واشرب سطل حلب حصى وحجرين معسل من اللي بيعلمه في الدماغ. بس الليله تكون شتاء. وانت جيت في جمل اهو يا سيد. ايه بتنطل بقى ايه؟ خد حبة رعد بقى. الملطش علام فين عم زكريا؟ ما شفتوش. ادي يا سبق. نعم. الواد شعلان فين؟ ما شفتوش؟ تلاقيه بيلقط رزقه في الزيارة. تاني يا عم زكريا. تاني. أنا مش هممني أي حاجة يا باشا، أنا عايز أسيب البلد دي وأمشي. إيه يا دودي؟ ده ديل بيتلعب، يا نطلع منه كسبانين يا نطلع خسرانين. وبعدين أنا هعرفك، أنت أساساً أمن دولة. أنا لا ليا لا بديل ولا بلعب، أنا عايز أقعد في وسط عيالي. وبعدين إشمعنى زيزو يعني هيخلص قضيته ويطلع في السليم؟ لا، مين قال لك إنه هيخلص؟ عبد العزيز من رجالتنا ولازم نقعد كلنا مع بعض عزوة. برجالتنا إزاي بس يا باشا؟ بس زيزو ده اللي اتقلب علينا واشتغل لحسابه. هو هنا لانه محسوب علينا، وبورقه صغيره للنائب العام تتجدد له قضيه ويقعد معانا. واحنا ايه اللي قعدنا هنا من اصله؟ واحنا معانا مستندات وتسجيلات وكله على راسه بطحه. قعدنا هنا امان لينا، وطول ما احنا موجودين في مصر حتى لو في السجن فاحنا ملوك. احنا ما نهربش يا دوري لان دي بلدنا. بص يا باشا، بصراحة أنا تعبان وعايز استريح الباقي من أيامي دولان. ومين قال إنك تعبان؟ ما أنت مرتاح آخر راحة أهو. باشا القهوة خلصت.
تمام، خد يا رباب. ربنا يخليك لنا يا كبير. بالظبط، انا ودني كانت لقطه لا طالع من حناكم بق بق. والخلاصه الراجل اسمه اسنان ده عايز يطفش، والزبون التاني قافش عليه. بس بصراحه شكلهم بيعزوك قوي يا عبد العزيز. بيعزوني وقالوا ايه كمان؟ الصراحه بعد ما ظرفوني درج الدخان ما حسيتش بنفسي، مع انه من اموال الشعب. فين اموال الشعب دي؟ وريني كده. ها؟ اموال الشعب فين؟ أنا الشعب يا شعلان. وأنا شعلان أرباب. إيه؟ معبي الدنيا في جمجمتك ليه يا عم زكريا؟ فين المرتقنة حداد؟ موجودة يا شعلان. خد يا صاحبي. يا رجل وحد الله بقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مالك بقى؟ مليش. طب لو مالكش أمال مالك؟ قديمة. ما أعمل إيه بقى يا عم زكريا؟ أنت اللي علمتنا القديم كله، وعرفتنا ان الشغل القديم هو الشغل الاصلي الصح. بس انا مستغرب ازاي عم زكريا اللي بنشوره في كل حاجه، الراجل اللي بالدماغ دي، توديه هنا في الحزن والهم والقرف. وبعدين عم زكريا هنفضل كده لحد امتى؟ كل ما عاد زيارة تروح تقلب بعينيك وسط وشوش الناس ومفيش حد بيجي، وترجع هنا تتكوم وتقوم تاني في ميعاد الزيارة وتروح ومفيش حد بيجي. يا عم زكريا مفيش حد بيجي. أنا عايش على أمل يا عبد العزيز. أنا ببعت جوابات لخالتها طول الوقت، وخالتها دي كان في بيني وبينها ود، على أمل إنها يمكن في يوم من الأيام قلبها يحن وتجيبها معاها في الزيارة. يعني انت لو شفتها هتعرفها؟ طبعا هعرفها، قلبي هيحس بيها. يا راجل ده انت سايبها من 15 سنه، دي كانت عيله قد كده. ال 15 سنه دول صورتها ما فرقتش خالي لحظه واحده. كل سنه كنت بشوفها وهي بتكبر قدامي حته، لدرجه انهم لو وقفوها دلوقتي في وسط 1000 واحده من سنها برضه هعرف اطلعها. تاخد نصيبك في اموال الشعب عشان نحرق قلب الواد شعلان. خد نفخ في همومك وصلي على النبي. انا بالظبط. يعني ايه الخيانه بتلزق انت راخر يا عم زكريا؟ ما كنت طلقها وفي 60 داهيه المركب اللي تودي. ما قدرتش.
قدرتش عبد العزيز. ساعة ما دخلت وشفتها هي وعشاها، الدم ضرب في نافوخي، دم غلي، ما فوقتش الا ودمهم سايح والكلب شاف في ايديا. حتى لما روحت النيابة لساني اتعقد وما قدرتش اتكلم. هقول ايه؟ قلت يا زبا ايه؟ يا مين دي بس؟ حنين، حنين بنتي، ذنبها ايه يا عبد العزيز؟ انها تقضي بقيت عمرها وهي شايله تركه تقيله زي دي، شايله تاريخ اسود، اب في السجن وام خاينه. قلت كفايه عليها حمل واحد، كفايه انها تفضل فاكره ان ابوها هو اللي مجرم هو اللي قاتل، لحد ما تكبر تقدر تفهم. وانت ذنبك ايه؟ انا ممكن استحمل عبد العزيز، ممكن استحمل عذاب سنين ما يهمنيش، بس هي لو حسيت انها بتتعذب ثانيه واحده ساعتها الموت هيبقى عندي اهون. ده انا غالي عبد العزيز، ده انا غالي. بكره هتفتكر كلامي ده. طب ولع يا ولع. طب اطفي اطفي بقى، ادفي المراوح دي وصلي على النبي. انت استغفر الله العظيم. والله انت حبيبي يا عم زكريا. هنعمل ايه؟ ما احنا اللي لازم نشيل عن بعض، كلنا اولادك. ما تقول لي حاجه بقى كده في الحنيه والحب من حاجاتك الحلوه كده. اه ادينا حاجه كده طلعنا من المود ده. مسير عقلك هيرجع يوم في راسك وتعرف حبي فيك كان قد ايه وتندم. الله عم الشباب والله العظيم. الله عليك يا عم زكريا، يا رايق يا فنان.